راكم لاباس ماشي مزيان. اصبر اصبر اصبر. السلام عليكم. كي راكم دايرين؟ وجده رايده وجده بركان احبير بني دراب لازاري لازاري. بون نحكيو على هاد لاجيرين والشحه ديالي نورمالمون تعبي البلاصه لا ها علاش حنا كنشطحوا العرب دائما نعملوها ها 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 Et moi, je me sentais esclavage, sourire, mon bar. Bref, le carrelage, c'est le hana, le hana, le hana, le hana. C'est le hana qui est le hana. Et là, c'est un groupe, et après, c'est le hana. Le hana, le hana. لا لا حنا كنشطحوا حنا على فكرة يا عمي الشيخ يا عمي خاصك لي شو كان بتقول شي بدات ما تعملها اول قلت ديجا عمي الشيخ يا عمي يا ودي لي رايك ديري فهمت حنا 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 شكون حنا زرجيريا ايوا هذا الله يسلمك عبد عبد اسمع اسمع شكون حنا خوا خوا انا هذه العزامه الدور تاع العريس هو الدور تاع العروسه هي ماما العروسه تجي الله غالب الصار الصار عمري يا الله غالب اعطونا تشبيك على العروسه ايه جبتك
كيفاش جبتك؟ النهار طالع هاوز عليك بطاطا والعروكة العروكة الزروكة ما تفكر الريحة وحنا غير ما جبتك ما والو غير انا اخويا مش غير داك نيشونال تشيك بروبليم تاع العراس تاع العرب زوج بوحده لي زارجين شي هاد تاع الغزاوي صلاح الرقبه باش تزوج يخص ديكسي الغمره واللي يتعرف عليها باش تخطب الثانيه الثالثه خصها تحط سنه ولا سته غير تافليكس كيما تقولوا انتم روش صافي جوي صافي 10 درهم جبنا وحده هذيك جبنا وحده تاع روش تاع بيبليسيتي واش هاد ديال 10 درهم الو يما عيط لي من الجزائر الو اي ما وصلت راني في كازا بلانكا واش ممكن مازال ما شفتش الوسخه تي 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 هذا هو العرس اللي هو العرس قاعد يديرو كريت كاش لا غير بكريتي جبتك كي دير راسك بكريتي هذاك اللي مسلف في الدراما يجي العريس طريف مي يجي العريس هو ناوي يهضر معاه باش يقول له جي توقدر في دراهمي لا سمع السيد انت كريتي صاني حبسناه انا كي غادي نبنوه حنا واحد ما شفيناه هما يبقوا يلموه هو مسلف الدراهم هو مسلف الدراهم المشكلة ولا زعما ولا زعما حاجة اسم طيب لعب الحاجة مليحة تعمل مولاي صلي وسلم دائما ابدا هو عامل لك حنا هذا اول بروبليم دي فينا شو كاعش برم مرات ها واحد اللي كبر في الميزيريه اللي فوت عليه واحد جو مستور مقطع اصاحبي هذا الشيء حرام وما تلبسش عبدو ما تعملش تخطط في راسك ما تحسنش كدا منا هو واحد له خلص بعضي له حد كركيبة ويجري حلوة فضل قاسمه ويجي فايد عليه أراك مريض انت وتعزينا يوكي راك مريض انت وتعزينا الصعلة فات قتل يقدر هاك هدوة يجي فايد عليك عاود لعبها يوم جي يهو كل شهر اسمح لنا احنا نعرف ربي ما يهديني شكون حنا؟ شكون حنا؟ ما سمعتهاش مزيان شكون حنا؟ يوعاود كل حنا ولا غدان شكون حنا؟ حنا ديرنا شي سي فورتي وخوتنا في روسيا شكون حنا؟ حنا ديما خطبنا ما تزوجنا ما كان فينا بزاف غير ولا جبتي وجده بزاف شغل طرنا كازا مشينا لمراكش مشينا لبلد شنو كيفوش الهوا وتعرف اسمو مشي لقهوه شوف في الايروبور تاع كازا السلام عليكم السلام باش تسكي السي حنا عندنا في البلاد في الايروبور تخلي الباكاج تاعك تخلص على تخرج الدور السي قلت له خويا باغي نخدي الباكاج هنايا ونروح نشري شي حاجه ونرجع ها هو قال لي على الهضره ها ساعه ولا جوجل مابس وما فهمتهاش انا اللي توحيد السر بس هو التحديد السر التحديد السر تا تحديد السر تحديده فهمته هذه تا 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 كيهضر على السيرفيس كيهضر على السيرفيس فكرني بهذاك السيرفيس تاع الكيسان كاسين السيرفيس تاع الباصا دوك انا باش يكون في العلم تاعكم 28 عام ما تباش عندي بلي 28 تسمى 28 عام الله يسلمك صافي بليزير تهضر مع هذا الشيء يجي اطلق يعني رول على كي صوتي المهم خير صافا صح غير ما قال هذاك السيرفيس تاع الكيسان كنا 28 عام وانا مربي في الدار وكبرت وكامل وهذاك السيرفيس تاع الكيسان راه عاد محطوط في الدار غير حيت نرفد يما هادشي يا خلي هذاك السيرفيس تاع جدك الله يرحمه يا خلي هذاك السيرفيس تاع جدك الله يرحمه ما كنتش نربي لما هذاك السيرفيس هذاك السيرفيس ما كنتش نربي فوق شوف اليوم غادي نموت يا ابني فاش صمت لي احنا عندنا في الجزائر العروسه كي تجي خارجه من دار الدار
تخدموا معايا قلت ستعليك الغالية
هي مبايع ومشاريع يا سيدي يا كور شويه بارك الله فيك.